احنا السيلبس بتاعنا، انتوا سامعيني ولا لا؟ ايوه سامعين. ايوه سامعيني. طب كويس ماشي. السيلبس بتاعنا بتاع الاو ليفل هو في التوبكس ديت كلها. انا ما اعرفش انتوا في سنه يعني خدتوا ايه، ولا بتاع بري اي جي، يعني ماشيين بأني سيستم الاكستندد. فعندي اول حاجه الحاجات القديمه اللي هراجعها، الهايست كومن فاكتور والفراكشن والريكيرنج ديسمال والستاندرد فورم والراوندنج والدايركت نمبر، وبعد كده لور وابر، وبعد كده برسنتج وريشيو بروبورشن والسمبل وكومباوند انترست والاكسشينج ريت. وبعد كده عندي الالجبرا، عندي فاكتورايز واكسباند وسمبليفاي وميك سبجكت. بعد كده الايكويشن لينير وكوادراتيك وسيمالتينيس. حد بعت حاجه؟ بعد كده ايكويشن وانيكواليتيز والانديسيز والسيتس والفن دياجرام والتريجنومتري وبايثاغورس وسوكا 2 وانجل اوف اليفيشن ريبريشن وسيميلاريتي شيبس وتراينجل وبوديز وديستنس وسبيد تايم جراف. بعد كده المنسوريشن الاريا والبريمتر والفوليومز بتاع 2 دي و 3 دي شيبس والسيكونسز. حد عنده اي سؤال؟ حد عايز يسال حاجه؟ انا شايف حد عنده اي سؤال؟ اسراء عندك اي سؤال يا اسراء؟ يوسف، زياد، عوض، يارا، اياد. تمام تمام ماشي. جنى هيثم، اياد تركي، غاده، فرح، نور قاضي، ابراهيم، يوسف عاطف، اسماعيل ماجد، يوسف خالد. ماشي. طيب باقي السيلبس كمان، باقي السيلبس لسه في كووردينت جيومتري وفي دايركت وانفرس فاريشن في وطبعا الكونستراكشن اللي اتلغى. باقي استنى نشوف انوتيت. حد بقى بيرسم على الشاشه؟ نشوف بقى ايه نعمل انوتيت. انا ما عنديش كنترول. وفي انفرس ودايركت فاريشن والانفرس وكومبوزيت فانكشن والكووردينت جيومتري والجيومتري بوليجونز والتريجنومتري والبيرنج والسيركل ثيرم. وفي اخر دروس الكبيره بقى هي الايه؟ linear programming, vectors, graphs of function, probability, quadratic function, statistics, transformation. طيب ده المنهج بتاعنا. المفروض الناس اللي هي pre IG خلصت هتمتحن تكمل ال IG. في ناس بتبقى extended بتاخد 9 و 10 مع بعض، يبقى لازم ابتدي السيلبس من اوله. حد في درس معين عايزنا اشرحه له او كده؟ يعني اشرح ابتدي من يعني الحاجات الاولانيه كلها اللي احنا خدناها، الحاجات القديمه اللي هي دايما بتيجي، اول حاجه الفراكشنز، وازاي اعمل ورك اوت ليها للفراكشنز، زي ان انا اعمل بلس وماينس، لازم سيم دينومينيتور.
حاجات دي قديمه بس هي المفروض لازم نكون عارفينها. و تايمز عادي، اما الديفايد بعمل فليب. يعني لما اقول 1/4/7 × 3/3/4 هنعمل دي ازاي؟ اول حاجه الميكس اخليه امبروبر، ازاي؟ ده تايمز ده اند ذن بلس ده، يبقى 7 × 1 × 7 × 7 + 4 × 11 + 4 × 3 = 12 + 3 = 15 / 15/4. بعد كده هعمل سيم دينومينيتور، يبقى هملتبلاي هنا باي 7 × 7 وهنا باي 4 × 4، يبقى هنا اهو يبقى 44/28 + D105. بعد كده السيم دينومينيتور، بعد كده ده بلس ده يبقى 149. بعد كده هحوله الميكس نمبر. يا استاذ فين السبوره؟ انت مش شايف؟ لا مفيش صور. سوري 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 سوري، انا اسف اسف. ايه السبوره اهي، سوري انا اسف. كده شايف؟ الحمد لله خلاص. ده الفراكشن بلس والماينس. بعد كده اهو الايه اللي ممكن الديفايد، ناخد اكزامبل على الديفايد اللي هو زي ما اقول لك ايه 1 and 1/6 / 7/8. اول حاجه الميكس نمبر اخليه امبروبر، 1 × 6 = 6 + 1 يبقى 7/6 / 7/8. في الديفايد بنقول عليها كيب تشينج فليب، يعني 7/6 / حد بيعمل انوتيت؟ نوقف الانوتيت ده خالص، نوقف الانوتيت اهي، ديسيبل انوتيشن ونلغي اهو، كلير سكرين خلاص عملناه. بعد كده اهو الرول بتقول لي كيب تشينج فليب، يعني هكيب دوت وهتشينج الديفايد تبقى تايمز وهفليب ده، يبقى 7/6 × 8/7. بعد كده ديفايد هعمل سمبليفاي، هعمل ديفايد ديفايد 7/1 ديفايد 7/1 يبقى الانسر 8/6، واعمل لها سمبليفاي ديفايد 2 ديفايد 2 ديفايد 2 نوميريتور ودينومينيتور تبقى 4/3 يبقى الانسر 1/3. ده حاجه زي القديمه اللي هي الحاجات اللي هي زي الفراكشنز. في ممكن توبكس ثانيه ندخل عليها ثانيه زي الايه الرول بتاعت بيد او بيد ماس. رول زي بيد او بيد ماس، الرول دي بتديني اوردر اوف اوبريشنز، ترتيب العمليات اللي انا بعملها. يعني كلنا خدناها ان البي دي ستاند فور براكتس الاول، بعد كده الاي دي ستاند فور انديسيز دي سكند، بعد كده الدي والام ستاند فور ديفايد وبعدين ملتبلاي، بعد كده اهو الاي والاس ستاند فور اديشن اند سبتراكشن. اكزامبل على ديت، لما يديني اكزامبل يقول لي 4 × 5 − 3² − 18 / 6، اني اوبريشن اللي اعملها الاول؟ اول حاجه الرول قالت لي اول حاجه تتعمل البراكت، يبقى وات انسايد ذا براكت ده اللي هيخلص الاول، يبقى لازم اخلص البراكت الاول، يبقى 4 بعدين 5 ماينس 3 تبقى 2² − 18 / 6، يبقى انا خلصت اول حاجه الايه البراكت هي اللي خلصتها الاول. بعد كده الرول الثانيه قالت لي تعمل الانديسيز، الانديسيز اللي هو الباور دوت، يبقى 4 واعمل سمبليفاي
2 power 2, 4 minus 18 divide 6. وبعد كده مين تاني؟ بعد كده هو عندي بعد كده الديفايد وبعدين التايمز. طب لو الاثنين موجودين مين اللي بيتعمل الاول؟ الديفايد وبعدين الملتبلاي. لو الاثنين موجودين باخد from left right, from left to right. يعني عندي الاول اهو عندي تايمز وبعدين ديفايد. اللي يجي الاول من ناحيه اللفت هو اللي بعمله الاول. طالما من ناحيه اللفت يبقى اخلص 4 تايمز 4 الاول 16 ماينس 18 ديفايد 6. وبعد كده عملت التايمز فاضل الديفايد 18 ديفايد 6 يبقى 3 يبقى 16 ماينس 3 ويتش 13. حد بعت حاجات شات؟ ايوه ده تاني توبيك ممكن اشرحه. الحاجات دي الريفيجنات دي لازم تتعمل في الاول لان دي ريفيجن على الحاجات القديمه اللي هتيجي في الاي جي سي اس اي في الـ في الاكزام بيبر 2. طبعا انتوا عارفين ان انا همتحن السيلبس بتاعي ايه اللي همتحنه فيه. انا همتحن بيبر 2 0580 ده الرقم بتاع الماده بتاعتي ماثيماتكس. عندي همتحن بيبر 2 وهمتحن بيبر 4 دي عليها 70 ماركس ودي عليها 130 ماركس. بتلعب بالبتاع في صوت جاي من عندك يا اسراء. في بعد كده حاجه اسمها recurring decimal. الrecurring decimal دوت هو how to convert recurring decimal اللي هو ال non terminating decimal with pattern. يعني لما اقول 0.7 وعليها دوت دي معناها 0.7777 ما بتخلص. لما اقول 0.45 وعليها 2 دوتس دي معناها 0.45 non terminate. 0.172 عليها الدوتس من اولها واخرها معناه ان الباترن ده هو كل شويه بيقعد يتكرر. فتبقى دي 0.172 172 172. المفروض السؤال بيجي ان انا how to convert. هو السؤال بيقول لي مثلا ناخد example عليه convert zero point seven to fraction. ازاي احول ده لفراكشن؟ طالما في هسمي النمبر ده اكس يبقى اكس ايكوال 0.7777. how many number are repeated؟ هو one number then you multiply number ده by 10 يبقى هملتبلاي دي by 10 يبقى 10 times x 10x و multiply d by 10 هتبقى 7.7777 لان لما multiply by 10 الديسمال بوينت هتروح الناحيه الثانيه ديت كده. وبعد كده اهو هعمل ايه؟ هعمل subtraction ما بين اللي فوق واللي تحت. 10x minus x تبقى 9x. بعدين 7 minus 7 0 7 minus 7 0 كل ده 0 7 minus 0 7. بعدين هفايند الاكس اكس ايكوال ال 9 دي ديفايد هتروح الناحيه الثانيه تايمز هتروح الناحيه الثانيه ديفايد يبقى اكس ايكوال 7 اوفر 9.
يبقى كده I convert لل fraction. لو عايز اتاكد من الكالكوليتر لو كتبت 7 over 9 ودوست الزرار بتاعت SD على الكالكوليتر هيديني 0.7777. المفروض ان انا ازاي من السكيلز اللي لازم اتعلمها ازاي احول الريكيرنج ديسمال ل لفراكشن. همسح بس ده ونبتدي حاجه ثانيه. في كمان في حاجات تانية topics تانية برضو ممكن نعرفها ازاي اجيب ال HCF وال LCM للnumbers. How to find highest common factor and least common multiple of 36 and 90. ده example المفروض الحاجات دي خدناها قبل كده احنا بنعمل عليها review عشان هي داخلة في التست الجديد. اول حاجة خدنا زمان نعمل ازاي حاجة اسمها الفاكتورايزيشن فاكتورايزيشن تري. كنت بقول 36 بتيجي منين؟ ها كنت كان بتيجي 36 من ممكن من 6 تايم 6. بعد كده 6 بتيجي منين؟ من 2 تايم 3. خلاص يبقى انا كده طالما وصلت ان دول برايم نمبرز بستوب. وبرضو ده من 2 تايمز 3 ودول برايم نمبرز. لو حد ناسي البرايم نمبرز ايه هما البرايم نمبرز؟ البرايم نمبرز اللي هما divisible by 1 and itself only like ال 1 مش برايم 2 3 5 7 11 13 and so on. انا عملت اول حاجه الفاكتورايزيشن 3 بتاعت 36 وهعمل نفس الكلام فاكتورايزيشن 3 بتاعت 90 برضو 90 بتيجي منين؟ من 9 تايمز 10 بس دول مش برايم. اما 9 بتيجي من 3 تايمز 3 كده دول برايم وال10 بتيجي من 2 تايمز 5 يبقى انا كده عملت الايه تري فاكتورايزيشن او البرايم فاكتورايزيشن تري. البرايم فاكتورايزيشن يبقى ده 90 بتاعتي اهو ال 90 عملتها. يبقى اول ستيب باخد التو نمبرز اللي عايز اجيب لهم سواء اتش سي اف هايست كومن فاكتور او ال سي ام ليست كومن مالتيبل. اول ستيب ان انا بعمل لهم فاكتورايزيشن تري. تاني حاجه بحطهم تحت بعض بالطريقه دي. ال 36 بتيجي منين؟ بتيجي من دول. بتيجي من ال 2 وال 3 وال 2 وال 3 يبقى هكتب 36 ايكوالز 2 تايم 3 تايمز 2 تايم 3. وال 90 بتيجي منين؟ ال 90 بتيجي من 3 تايمز 3 تايمز 2 تايمز 5. هاجي اكتب ال 90 تحتها بس اهم حاجه الطريقه ال 3 موجود في منها فوق بحطها تحتها يبقى دي اتعملت. طب وال 3 الثانيه موجود في منها فوق احطها تحتها. طب ال 2 موجود في منها فوق. طب وال 5 لا مش موجود اتحط بره. يبقى كده اهو الحاجه اللي في منها في ال 90 او الحاجه اللي في منها فوق بحطها تحتها. طب لو انا عايز اجيب الهايست كومن فاكتور بالطريقه دي الهايست كومن فاكتور يبقى انا باخد الكومن بس الكومن المشترك بس. زي ايه؟ يعني انا عايز اجيب الهايست كومن فاكتور يبقى اخد الكومن اللي هو ريبيتد. الكومن اللي هي زي الفاليو دي كده اهو دي كومن وزي الفاليو دي كمان كومن وزي الفاليو دي كمان كومن. هعملهم تايمز بعض يبقى 2 تايم 3 تايمز 3 ذا انسر 9 تايمز 9 3 تايمز 3 9 تايمز 2 يبقى 18. يبقى دوت الاسم وال اتش سي اف. طب لو قال لي هات ال LCM ال
ال LCM انا هاخد من كل كولوم واحده بس. ال LCM هاخد من دي التو ومن دي التو حتى مش ريبيتد، ومن دي كمان تو ومن دي ثري ومن دي فايف، واعملهم ملتبلاي توجذر مع بعض. الانسر هتطلع كام؟ ده كام ده كده هو 2 تايمز 2 6 دول كده هو 30 15 تايمز 2 30 تايمز 2 تبقى دي غلط، دي 3 ودي تايمز 6 يبقى الانسر 180. يبقى انا جبت كده اهو الهايست كومن فاكتور بتاع التو نمبرز دول 18 والال سي ام ليست كومن مالتيبل 180. في من التوبكس اللي برضو اللي المفروض اعرفها ازاي اكتب النمبر في ستاندرد فورم. ستاندرد فورم اوف ا نمبر. اي نمبر بكتبه ستاندرد فورم هو a times 10 to the power n. ال a ده لازم يبقى نمبر between 1 and 10. طيب example، لو عايز اكتب 4 6 0 0 0 السؤال بيقول لي write these numbers in standard form. اي نمبر ما عندوش ديسمال بوينت، الديسمال بوينت بتاعته هي هنا اهو، عايز اخلي النمبر ده الفيرست اي دي بتوين 1 اند 10 يبقى هخليها هنا اهو، يبقى هموف الديسمال بوينت هاو ميني ستابس تو ذا ليفت 1 2 3 4 يبقى الانسر 4.6 تايمز 10 تو ذا باور 4. اي موف ذا ديسمال بوينت تو ذا ليفت طب because it is a big number the power is positive وبعدين I move the decimal point to the left. طب لو number is very small number like like مثلا zero point zero 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 five five I want to convert this number to standard form. Yeah, but I have to move the decimal point to the right. A decimal point here, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, but answer 5.5 times 10 to the power minus 5. We will move the decimal point to the right. نيجي تاني في كمان البرسنتج البرسنتج وورد بروبلمز. البرسنتج وورد بروبلمز في اربع حاجات لازم اعرفها في البرسنتج وورد بروبلمز. اول حاجه او اربع انواع من الاسئله. اول حاجه ممكن يقول لي كالكوليت اللي كاتب is the class being recorded like I can access it later if I don't understand something. You can ask online if in usual classes. لما يبقى في real class اكيد هتسال في class نفسه ولو حاجه واقفه معاك في مالك. اول حاجه في percentage لما يقول لي calculate the percentage of مثلا 57 as a
sorry, calculate the 57 as a percentage of 83. عشان answer دي لما يقول لي calculate حاجة as a percentage of حاجة, لما يقول لي calculate حاجة percentage of حاجة, يبقى دي هعمل ده divide ده 100. يبقى calculate 57 as percentage of 83, يبقى 57 divide 83 times 100 وعملها بالكالكوليتر. ده أول أنواع أسئلة percentage اللي بتيجي في التست. 83 الانسر هتطلع لما عملها بالكالكوليتر هتطلع 68.6%. ده أول أنواع الأسئلة. تاني نوع أسئلة ممكن بيجي لما يقول لي find the percentage of increase when a newborn baby weight مثلا 6.3 كيلوغرام at month 2 and increase to 7.5 كيلوغرام at the month مثلا number 4. الرول بتقول لي percent increase or decrease equals difference على ال old او ال start times 100. ودي رول بتاعتي هي دي اللي بحل بيها لما يقول لي find percent increase or decrease. هعملها ازاي على example دوت؟ هعمل أول حاجة البرسنت هعمل برسنت increase الديفرنس اللي هو إيه؟ هعمل 7.5 minus 6.3 على الأول دول ستارت هو كان بادي من 6.3 يبقى over 6.3 أو الأول دول ستارت بتاعه times 100 واعملها على الكالكوليتر. انا بعملها اهو يبقى 7.5 minus 6.3 over 6.3 times 100 الانسر 19.04% 19.04% ونفس الكلام للبرسنت. حد اكزامبل تاني على البرسنت decrease وعلى نفس الرول اهي. حد بيسال حاجه؟ باي 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 باي. البرسنت بعد كده اكزامبل تاني find the percentage. مش لازم يسالني decrease, ممكن percent of sale عشان السيل هو كمان decrease when a coat originally priced $19 and its sale price $11. ال percentage sale او decrease, ال percentage نسميها decrease or sale. ما هي ال decrease هو sale, decrease or sale. نفس الكلام ال difference, ال difference هو ايه؟ 19 minus 11 over the start اللي هو 11 times 100.
times 100 الانسر تطلع 72.7%. دي ده كده احنا لما عملنا البرسنتج قلنا في نوع اولاني كالكوليت حاجه از ا برسنتج في حاجه يبقى دي ديفايد دي تايمز 100. بعد كده عملنا الرول بتاعه البرسنت انكريس وديكريس اللي هي عملناها في البوكس اهي اللي احنا بعمل لها هايلايت دلوقتي. ثالث حاجه وهي الاهم اللي هي لما يديني بقى البرسنت انكريس وديكريس في الورد بروبلمز. نمبر 3 ممكن يقول لي in a sale of 20% the price of a bag in the this in the sale was 13 euro. Find its market price. عشان احل مسائل البرسنتج دي انا بقوم عامل تيبل. التيبل ده هو طريقه ان انا بحط الفاليوز فيها. دايما الخانه دي بتبقى الكولوم ده بيبقى البيفور وده افتر والرو ده بتاع البرسنتج. اي حاجه في الدنيا بتبتدي من 100 دي اولويز 100 لان اي حاجه في الدنيا بتبتدي من 100. عملت سيل 20% يعني ديكريس 20 بهعمل 100 ماينس 20 تبقى دي 80 وده لوجيك. طب الاسامي ايه؟ الاسامي البيفور والافتر بيختلفوا من مساله لمساله. يعني هنا اهو هيبقى في دوت اسمه البيفور سيل يبقى اسمه ماركت برايس والافتر سيل اسمه سيل برايس. بعد كده اهو بحط الفاليوز باليورو. هو مديني البرايس ان سيل از 13. هو عايز البرايس فين؟ عايز البرايس في الماركت برايس بيفور ذا سيل. يبقى الانون هو الاكس دي هعمل كروس ملتبلاي يبقى اكس ايكوال اللي هو الماركت برايس 100 تايمز 13 اوفر 80 يبقى كده هو اكيد هيديني الماركت برايس. هعملها على الكالكوليتر تطلع 16.25 يورو. نفس الكلام ممكن يجي برضو سؤال فيه بدل ديكريس حاجة بتقل 20 بتزيد 20 زي ما انا هكتب اكزامبل دلوقتي على بزي حاجة بتزيد 20 اهي. لو حاجة بتزيد 20 يبقى هعمل نفس التيبل بس هعمل بدل ماينس بلس. اكزامبل اي حاجة بتزيد the height of water in a river increase 20% after a flood to reach 1.8 meter. Find the height before flood. هعمل التيبل هو هو. والحاجه بتبتدي من 100 زي ما اتفقنا دي دايما 100 دي اولويز 100 وهي 20 زادت يبقى دي 120 وده بيفور وده افتر. افتر بقت 1.8 متر وده اليونت بتاعتها. هو عايز الهايت بيفور فلاد يبقى هعمل كروس ملتبلاي باكس ايكوال 1.8 تايمز 100 اوفر 120. الانسر ايكوال 1.5 متر.
يبقى دي نوع مسائل البرسنتج كلها. طيب في كمان الريشيو، الريشيو والبروبورشن، انواع مسائل الريشيو وافكار مسائل الريشيو والبروبورشن، دي مهمة ان احنا نعرفها. ممكن في ثلاث مسائل لافكار الريشيوز. اول حاجة الريشيو دي ممكن يقول لي write in simplest form، write in simplest form 54 to 81، بعتبرها كأنها fraction بالضبط. it is like a fraction، هعمل الاثنين divide ايه كأني fraction بالضبط، هعمل الاثنين divide مثلا 9، both side divide 9 هتبقى 6 وهتبقى 9، بعد كده divide 3 تاني هتبقى 2 و 3، هتبقى simplified هي ديت. ده اول حاجة في ratio. تاني حاجة في ممكن يقول لي divide أو share 500 pound between two person أو between أحمد and عمر in ratio 3 to 7. يبقى في الحالة دي أول حاجة هقوم عامل ريشيو 3 to 7 واكتب احمد، ده احمد وده عمر. ال 500 دول ريبريزنت فلوس احمد ولا فلوس عمر ولا الاثنين؟ الاثنين. يبقى هعمل كولوم اسمه توتال واعمل 3 plus 10 7 10، وال 500 دول باوند ريبريزنت توتال. مره اول مره هجيب فلوس عمر بكروس ملتيبلاي، يبقى عمر فلوس عمر كروس ملتيبلاي 7 times 500 over 10. اما الفلوس بتاعت احمد نفس الكلام، يبقى احمد تبقى 3 times 500 over 10. الانسر از 150 والعمر 350 باوند. دي فكرة مسألة لما يديني ديفايد او يقول لي شير. شير يعني اقسم الفلوس دي عليهم، ولازم كمان اعرف الايه الراوندينج. الراوندينج طبعا في انواع، هما نوعين اساسيين اللي احنا بناخدهم، اللي هو بيقول لي راوند تو ديسيمال بليسز، ويقول لي راوند لي سيجنيفيكانت فيجرز. لما يديني رقم زي 20.6749، لو قال لي راوند النمبر ده لمرة ل 1 decimal place ومرة راوند النمبر ده ل 2 decimal place ومرة النمبر ده ل 3 decimal place، هعملها ازاي؟ اول حاجه ال1 decimal place هقف اول رقم بعد الديسيمال بوينت ده هو ده ال1 دي بي، ده ال1 decimal place. ال7 هت راوند ات اب، فال6 دي هتزيد واحد، بدل 6 تبقى 20.7. طب السكند decimal place، السكند decimal place اللي هو دوت ده 2 decimal place، ال7 دي بعدها 4 هتراوند داون فهتبقى الانسر 20.67 زي ما هي عشان ال4 مش هتديها. لما يقول لي راوند لي
3 decimal place اللي هو الفور 9 دي هتراوند ات اب يبقى الانسر 20.675. ده انواع الراوند لي الديسمال بليسز. في كمان راوند لي السيجنيفيكانت فيجرز. السيجنيفيكانت فيجرز هي ذا نمبرز نمبرز فروم ذا ليفت الارقام من ناحيه الشمال. ازاي لما يقول لي راوند ده 29.712 وناخد نمبر تاني 1.628. عايز اعمل راوند لدول كلهم ل 3 significant figure. في الامتحان دايما in the real test دايما بيقول لي in real test give your answer round to 3 significant figure. يبقى دايما in real test he said round your answers to 3 significant figures. 3 significant figure هعد 1 2 3 بهراوند على ده 1 2 3 هراوند على ده. هاجي عند دوت اللي هو الثيرد نمبر هنا اهو ال7 ده بعدها 1 هيبقى تراوند داون يبقى الانسر 29.7. 1 2 3 هراوند على ده ال2 دي بعدها 8 يبقى تراوند اب يبقى 1.63. ده الراوندينج الحاجات المفروض اكون عارفها قبل ما ابتدي اي حاجه. في كمان المهم قوي اعرف الكونفرجنس التحويلات بتاعت الحاجات كلها. في كونفرجنس كتيره لازم اعرفهم في السيلابس لازم اكون عارفهم خالص. اول حاجه اللي هي بتاعت الديستنس اللي هي كيلومتر متر سنتيمتر مليمتر كمال محمود سم متموت 1000 110. طب لو قال لي حولهم لي لارياز اريا كمال محمود سم متموت 1000 110 بس دول هيبقوا كيلومتر سكوير متر سكوير سنتيمتر سكوير مليمتر سكوير وكل الفاليوز يبقى سكويرد. نفس الكلام لو قال لي حول لي ليه فوليوم. نفس الكلام كمال محمود سم موت موت 1000 110 بس طالما فوليوم يبقى كله يبقى باور 3. يعني ايه باور 3؟ يعني ده هيبقى باور 3 ده باور 3 ده باور 3 ده باور 3 ونفس الكلام كل حاجه جوه باور 3. وفي الكونفرجن دي بالذات لو انا بجو تو ذا رايت يو مالتيبلاي ولو بجو من حاجه لحاجه تو ذا ليفت اي ديفايد. تمام. في تحويلات تانية كتير هكملها برضو وممكن ناخد اكزامبل. يعني مثلا لو قال لي مثلا convert حد اكزامبل الاول كده لو قلت لك مثلا convert مثلا ايه 0.3 سنتيمتر سكوير convert او equal كام متر سكوير يبقى 0.3 كام متر سكوير equal كام متر سكوير. لو انا اجي ابص اني ادي سنتيمتر سكوير وادي المتر سكوير I go to the left يبقى هعمل divide لان انا همشي من هنا لهنا you go to the left من هنا لهنا من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير you go to the left يبقى divide يبقى عشان من هنا لهنا you divide by 100 squared. 100 squared معناها you move the decimal point to the
left 4 decimal place. يبقى 0.3 1 2 3 4 الديسمال بوينت اهي واكمل الزيروز يبقى الانسر 0.0003 دي الانسر. نكمل باقي الكونفرجن ده عشان انا جو تو ذا ليفت ممكن اخد اكزامبل تو ذا رايت ممكن اكتب 0.3 سنتيمتر كيوب ايكوال كام مليمتر كيوب من سنتيمتر كيوب لمليمتر كيوب يبقى تايمز ايه تايمز 10 باور 3 يبقى دي مالتبلايد باي 10 باور 3 يبقى 300 عشان الديسمال بوينت هتروح تو ذا رايت 3 ديسمال بيسز. باقي كونفرجن في حاجات تانية كتير لازم اعرفها هقولهم كلهم. اول حاجة عايز احول الباقي نمبر 4 الليتر في كام ملي لتر هيبقى فيه 1000 والليتر كمان فيه 1000 سنتيمتر كيوب نفس الكلام ده تحويل بتاع كاباسيتي يعني فوليوم فور في كمان تحويلات تانية بتاعه التايم ازاي احول حاجات التايم الويك في 7 دايز نفس الكلام كده تايمز كده ديفايد نفس الحاجه 7 دايز والدي فيه 24 اور والاور فيها 60 مينيت والمينيت فيها 60 سكند ودي الحاجات دي لازم اعرفها. واخر تحويل في تحويلات تانية واخر تحويل هو ايه الويتس التون في كام كيلوغرام في كام جرام 1000 طيب ده كونفرجن لازم كنت تعرفها برضو. في حاجات تانية زي مثلا في تايم بروبلمز ازاي اتعامل مع التايم وازاي احسبه على الكمبيوتر وكده وفي كمان الاكسشينج ريت والكونفرجن الماني كونفرجن تحويلات الفلوس الماني conversion. هخلص لكم بقى الماني conversion ازاي احول الفلوس ماني conversion. اول حاجه هو ممكن لازم يديني في المساله حاجه اسمها اكسشينج ريت. اكسشينج ريت يعني اللي هو بنعرف الدولار بكم يورو بكم اي حاجه. فممكن مثلا يقول لي ذا اكسشينج ريت اوف او ممكن يقول لي مثلا ايه ال1 دولار مثلا ب 1.3 يورو ده كده هو اسمه اكسشينج ريت. ده اللي بنروح البنك بنلاقي فيه لوحة كبيرة قوي حاطين الconversion بتاعتها. طب نحاول ازاي الكلام دوت لو قال لي convert 700 يورو 2 دولار solution بعمل ايه لازم احط values في اماكن صح. الاكسشينج ريت دي معناها ايه الدولار ال1 دولار equal 1.3 يورو خلاص. طب 700 يورو احط تحت اليورو 700 واعمل برضو كروس مالتبلاي بتاعتي يبقى 700 تايمز 1 اوفر 1.3. في كروس مالتبلاي لما باجي بعملها التو نمبرز اللي قصاد بعض هم دول بيبقوا تايمز بعض ديفايد اللي قصاده انا بدور عليه. لما اجي اعملها على الكالكوليتر اطلع حل هيبقى 700 ديفايد 1.3 هتطلع 500 الانسر ال 700 يورو دول كام دولار 538.4 دولار. بس كده وشكرا وتشرفت بيكم وتحت امركم يلا باي باي.